الحمد لله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، هنا من مدينة النجف الأشرف حيث تقيم العتبة الحسينية المباركة مؤتمرا حول إحياء آثار وتكريم المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم. وكان لي شرف المشاركة كضيف في هذا المؤتمر. أنا من مدينة نبل الزهراء التي تقع في شمال مدينة حلب، وعرفانا للجميل الذي قام به وقامت به مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم هناك في منطقتنا، حيث منذ البداية الأولى للحرب التي فرضت علينا والمعاناة التي عانيناها والحصار الذي امتد على مدينتنا لمدة 4 سنوات، كانت المرجعية حاضرة هناك إلى جانب المستضعفين، إلى جانب الفقراء، وقدمت العون والمساعدة للأيتام وللفقراء ولعوائل الشهداء. وحقيقة مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم تميزت بأبعادها المتعددة، فهو فقيه كبير من فقهاء التشيع، له آثار عديدة في الكتب وأغنى المكتبة الشيعية بالعديد من المؤلفات، وهو بالإضافة إلى ذلك لم تقتصر مرجعيته على الإفتاء وغيره، بل كان حاضرا اجتماعيا وسياسيا إلى جانب كل الأطياف. ونحن في سوريا لمسنا هذا الدور الكبير الذي قامت به هذه المرجعية. سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم شخصية علمية كبيرة وشخصية اجتماعية، وهو العنوان الأبرز أو عفوا من العناوين البارزة في مرجعيته، ووقوفه إلى جانب الأيتام والفقراء والمساكين واهتمامه الشخصي بهم في كل مناطق العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجره على هذا العمل وأن يسكنه إن شاء الله الفسيحة من جنانه، إنه سميع مجيب.